عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالحضور الكرام. تشرف منصة الكريمة الإلكترونية منصة المدربين والباحثين بإقامة دورة خاصة بالتحليلات المرضية والتي بعنوان جمع العينات وسحب الدم، حيث يلقيها المدرب المعتمد الأستاذ رعد حسين علي مدير شعبة المهنة الصحية والتقنية في دار صحة ميسان. لذا نرحب بكم أجمل الترحيب، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رعد. شكرا جزيلا وشكرا لتواجدك معنا ودعمكم، شكرا جزيلا. محاضرة البارحة كانت حول موضوع سحب الدم ومأمونية سحب الدم والأخطاء اللي تصير خلال عملية سحب الدم. المفروض هو يكون تمرين عملي، لأن موضوع سحب الدم أبدا ما يفيد ويا الموضوع النظري، لكن بقدر الإمكان هي المعلومات. أنت لازم يصير عندك 3 أشياء: skills and knowledge و attitude. لازم عندك مهارات وعندك معلومة وعندك هدف حتى تحقق. فبالنسبة لموضوع سحب الدم، المعلومات النظرية حتفيدني جدا أن تكون عندي معلومات، لكن المهارة أكتسبها بالتمرين العملي. فإحنا يوم البارحة تحدثنا بشكل تفصيلي، راح أسرد لكم بعجالة يعني لأن المحاضرة نازلة. احنا بالتحاليل الطبية عندنا 3 مراحل، اللي هي بري اناليتك والاناليتك والبوست، يعني ما قبل التحليل واثناء التحليل وما بعد التحليل. 3 مراحل مهمة جدا. هاي المراحل قسمت الاخطاء على ظهرها، فاكبر خطأ ممكن يصير عندنا هو البري اللي نزلت لكم على شكل استفتاء. البري هسه ممكن يصير عندي ارتباك بالعينة، مثلا انه رقم 5 انطيته رقم 6، او مثلا انا جاي اسحب عينة المفروض اشتغل بها سي بي سي، خليتها بتيوب ما بي مادة مانعة للتخاطر، هنا خطأ. او مثلا انا اساسا جيت قريت الرمز مال التحليل خطأ، اللي هو بي تي بريجنسي تيست، لكن الطبيب كان طالب بليدنج تايم، انا مثل تي اس بي توتال سيرم بيليروبين، لكن انا قريتها توتال سيرم، قريتها فد معلومه ثانيه كوليسترول قريتها، كتابه الطبيب ما كانت واضحه. او فاكو مجموعه اخطاء، هي تقريبا 9 اخطاء، ممكن خطا بالماده المانعة للتخثر. انا اريد مثلا دي دايمر، لازم شو استخدم من ماده، ما استخدم الاي دي تي اي، الاي دي تي اي بها K1, K2, K3، لازم استخدم الانبوب المناسب. فالانابيب هي عبارة مجموعة، وكل انبوب يشتغل مادة مانعة التخثر تشتغل على فتشي معين، الـ ESR سوديوم ستريت وهكذا، اللي هي اكو تيوبات تحتوي الهيبارين. المناسبة اللي اسحب لهم بها، تحدثنا عن هذا الموضوع وتحدثنا عن السحب بشكل عام كتكنيك. انت شلون تكون عندك ثقة بنفسك، شكون تكون مسيطر، هندامك ازاي، مالك الباج، طريقة حديثك ويا البيشنت جدا جدا مهم. فتحدثنا عن هاي الامور بشكل عام ونزلت لكم المحاضرة، بس انا حبيت امر عليها بسرعة. وقلنا الاخطاء انه ممكن انت تثقب الوريد وتسبب نزف تحت الجلد، او ممكن تسوي سحب للانسجه، او ممكن تسوي ورم بالمكان. هو نوعيه الورم من 3 اشياء، انا حاولت قدر الامكان بصراحه باعتبار انتم هاي اول محاضره، ما ادخل بالتفاصيل العميقه ولا ادخل بموضوع المصطلحات لانه شويه يسبب ارباك، فانا قدر الامكان حاولت ابسط المعلومه ايش قد ما اقدر يعني. فبالنسبة لموضوع سحب الدم، وقلنا به 3 أنواع، أنه سحب وريدي وحددنا المناطق حسب الصورة اللي نزلتها لكم، وسحب شريان نحتاجه بفحوصات غازات الدم، والكابلاري. الكابلاري قلنا احنا ممكن للتي اس بي، ممكن للبي سي بي، ممكن حتى للسكر، شايفين جهاز صغير الاكيو تشيك، نستخدم البنشر باي فينجر. فهاي الأشياء كلها تحدثنا عنها بشكل مفصل. صوت واضح اخوان،
السلام عليكم جميعا. الابتسامة هي المفتاح سر القلوب المغلقة، بها تكسب من حولك. احنا دائما طريقتنا بتنزيل المحاضرات ربما تختلف عن الأساتذة الكليات، لأن اكو اسلوب تسلسل الأفكار، هاي موضوع تي او تي. لا يكفي أن يكون تفكيرك إيجابي، المهم أن تستخدمه أيضا بإيجابية. هاي النقطة كلش مهمة حتى نبدأ بها محاضرتنا. اخوان، هاي المحاضرة احنا نحدد لها وقت، المفروض هي من 30 الى 45 دقيقة، والطريقة هي المحاضرة القصيرة، لان اكو اساليب عديدة حتى نلقي بها المحاضرات. واسلوب التقييم هو الاسئلة في نهاية المحاضرة. هاي المعلومات اللي راح احكيها منين جايبها؟ لازم لها مصادر، فهاي المصادر بنزل لكم اياها اربع مصادر، وايضا من خلال عملنا انا عرفتكم بنفسي، واللي ما عرفونا الاستاذ احمد عرفني قبل شويه. احنا هدفنا بهاي الجلسه راح نعرف شلون نجمع العينات. واضح استاذ حمزه؟ واضح جدا، استمر استاذ. تمام. تحدثنا البارحه وقلنا وين تكون الاخطاء، وقبل شويه هم عدتها وجاي اكد عليها. شوفون جاي اكد عليها ونزلتها حتى على شكل استفتاء. الاخطاء تكون 68% في الليبري اناليتيك، المرحله الاولى. المرحله الاولى اكثر الاخطاء بها، اما اثناء التحليل هي 19%، 13% عفوا، وما بعدها اثناء تسليم النتائج راح تكون 19%. هاي الارقام حفظوها جدا مهم. قبل شويه قلت لكم شنو الاشياء الممكن تصير لنا سواء في عمليه سحب الدم او في عمليه جمع النماذج. الارتباك بالعينه، حتى راح ادخلكم شلون ناخذ العينات. الارتباك بالعينه، انت اشتبهت بين هاي هل هي ادرار او خروج او دم؟ الاشتباه رقم واحد. خطا في التحليل، الطبيب ما كان كاتب التحليل بصوره واضحه، فانت قريته بصوره معينه لكن الطبيب كان قصده تحليل اخر. رقم اثنين، عدم التعرف. شنو عدم التعرف؟ انت ما عرفت تقرا اصلا، ما عرفت جاك فد رمز انه سي اس اف وكذا، ما عرفت التحليل. هذا ايضا يعتبر من ضمن الاخطاء. قبل قليل قلت لكم الماده المانعه للتخثر، يعني صوديوم ستريت، اي دي تي اي، كي 3، كي 2، هيبارين. شنو الماده اللي استخدمها؟ بستخدم بلين تيوب. الماده المستخدمه بالضبط جدا مهمه. العينه صار بيها تحلل. شنو صار بيها تحلل؟ نتيجة السحب القوي بالسرنجة أو الدفع القوي، شو راح يصير عندنا؟ تحلل، نقص بالتعقيم. أنا ممكن أسوي هنا مثلا تلوث للبيشت نفسه أو للعينة. إخوان، التيوبات البنفسجية إذا واحد مطلع عليها، وأنتم أكيد كلكم مطلعين، أنا شفت أغلبكم يعني عندهم معلومة. التيوبات البنفسجية اللي هي او كي 3، هاي اكو فد على الجانب مؤشر 2.5 مل، فانت ما تسحب 1 او نص، هنا راح يصير خطا بين كميه الماده المانعه للتخثر وكميه الدم. اكو بعض الاجهزه تجي وياها تيوبات صغيره تستخدم للكميات القليله، دم مثل بيشنت عندك ما حصلت له، فشو تسوي؟ اذا خليته بهذا التيوب راح يعطيك خاطر. فاكو تيوبات خاصه حجمها صغير، مايكرو، تستخدم هذا الموضوع. مستلزماتك اللي تشتغل بها مو نظيف، العينه حطيتها على مود يجيبوا لك بها ادرار او خروج او سمنر او او او، مو نظيفه. ادواتك، البنج مالك، مكان كله، هاي هنا راح يسبب لي اخطاء. نقص في معلومات التحليل، هذا الموضوع جدا جدا مهم. لازم انت يكون عندك معلومات على التحليل. من الاخطاء
شنو النماذج اللي ممكن تاخذها؟ لازم اكو تحاليل طلب لازم، اكو بعض الشركات تقول لازم ممكن سيرم، انا مرات احتاج سيرم ومرات احتاج بلازما. سجلوا يومكم شنو الفرق بين السيرم والبلازما، راح ينزل لكم كسؤال. تمام، الهول بلد اريده بماده معنى التخثر لو بدون، لو اريده مباشر يعني اسحبه مباشر واشتغله بدون ما اضافات. هنا السوابات، السوابات احنا ممكن ناخذ مسحه من الانف، من الاذن، من الفم، من الجرح، من الاماكن ناخذ منها مسحات. ابو الفضل موضوع الكوفيد، هاي المسحات ايضا لها تشوب خاص. سابقا كانوا يستخدمون المسحه مباشر بدون اي اضافات، مجرد ترجعها للنينه وتشتغلها دايركت. في وقت لاحق بدوا يضيفون نورمال سلاين حتى يحافظ لي على المكونات، صار تطور اكثر، اجت على شكل جل، جل يحافظ لي على مكونات المسحه. الاستول، الاستول هو اكثر من فحص، فحص الدم الخفي او فحص الاستول العام او التنظيف، الترسيب، الكلتشر باكثر من فحص. الخروج، الخروج عادة يقول سترب، يقولون سترب، سترب يجي نوعين، النوع الأول بي ثلاث خيارات اللي هو الألبومي والشوغر، ويجي ويا خلينا نقول مستوى الحموضة، شوف الإدرار حامضي أو قاعد، هذا أبو ثلاثة. لكن يجي تجي علبة بها تقريبا 12 إلى 13، فبي تفاصيل هو إنه وجود آر بي سي، يورنبولوجين، بالروبين، هاي الأشياء، الكيتون، كل الأشياء تقريبا تفاصيل، واللي يفضل إنه هذا بال 12 لأنه بي كل التفاصيل وأفحصه قبل الموضوع. مثل ما قلنا البارحة، قبل أبدأ أي عملية لازم أسوي غسل يدين، جدا ضروري. نزلت لكم سؤال قبل شوية، قلت لكم الاي بي بي شنو معناتها، معناتها معدات الوقاية الشخصية. حتى ابدأ بالتحاليل، استاذ حمزة تسمعوني؟ استاذ حمزة؟ نعم استاذ. تمام، انا اي انا احاول كل فترة على مود ما اخوان. اكو عندنا تحاليل تتطلب صيام، شنو هاي التحاليل؟ توتال كوليسترول والاتش دي ال والال دي ال والترايجليسرايد، يعني اللي نسميها الدهون، هاي تتطلب صيام. اكو بعض المصادر تقول من 8 ل 12 ساعه، هسه المصادر مختلفه بس عموما تتطلب صيام، او حتى بالفتره الاخيره بعض المصادر يعني تقول ما يحتاج صيام، لكن المتعارف عليه واللي ماشي بالمختبرات انه صيام. السكر فاستنج بلاد شوجر او جلوكوز، احنا نعرف انه اذا اريد نقيس السكر للشخص لازم صيام، صيام. طبعا السكر هم بيه تفاصيل، هسه من 8 ل 12 ساعه احنا نريد تولرنس، لو نريد فاستنج، لو نريد راندوم، يعني شو نريد احنا بالسكر، شنو الشيء اللي نريده؟ نريده انه نشوف الغده تفرز، لو نشوف مقاومه الجسم للانسولين، شنو الغايه من التحليل؟ هنا راح يحدد لنا اي تحليل مطلوب بالنسبه للسكر. بس عموما عموما الاجهزه العامه راح تشتغل هي اللي فاستنج والراندوم، يجي تقيس المريض. بالمناسبه الجهاز الاكيو تشيك، كلكم شايفين الجهاز صغير، اعتقد حتى بالبيوت موجود. نفس الشركة الأم، الشركة الألمانية المصنعة للجهاز، تقول بما أنه إحنا نقيس السكر بالسيرم والجهاز يقيس السكر بالدم، أكو فارق، الفارق هو 11 أو 10.9،
يعني لما نقيس عندي بالسيرم 100 لازم يقيس عندي بالجهاز 100، وش جيت؟ 111. واضحة؟ اختبار الحمل اخوان. الحمل الطريقة القديمة كانت انه لا تكس قطرة بقطرة ونشوف اكو تحبب، وعلى اساس التحبب اما قوي او ضعيف لمدة 2 إلى 3 دقائق نتطور العلم شوية، سواء على طريق كاسيت او سترب هي طريقة مناعية انه يضيفون الانتيجين انتيبادي، فالشريط او السترب بخطين، يعني الخط الاول هو كنترول، لازم يطلع الخط الاحمر هو كنترول، كنترول معناه الشريط شغال، والجو لازم ايش يطلع لي؟ يطلع لي اذا طلع خط فهو بوزيتيف، ما طلع نيجاتيف. بس هنا جدا مهم انه لازم اعرف التايم، شو وقت اخذ التحليل. علميا المفروض بعد يومين. ليش بعد يومين؟ ما راح ادخلكم تفاصيلها، بس المهم انه الجسم يفرز مجموعه هرمونات، والهرمون المحفز والال اتش والاف اس اتش وتفاصيلها ما راح ادخل بيها، لكن بدايه فرز الهرمون هو 50 وحده دوليه الى ان يوصل 150، بعد اليوم الثاني يوصل 200 وحده دوليه. فالشريط ايش يقرا لي؟ يقرا لي من يوصل حجم الهرمون الى 200 وحده دوليه، قبل ال 200 راح يقرا لي نيجاتيف. من اللي يقرا لي من 50 لحد ال 200 قبلها اكو تحليل نسميه بيتا اتش سي جي، يشتغله بالاجهزه، واكو مجموعه اجهزه تبدا من الفانكير الى الاي كروما ومجموعه اجهزه كلش هوايه. فالبيتا اتش سي جي او المتعارف عليه التحليل الرقمي يقرا لي هالموضوع. بالادرار المفروض بعد اليوم يومين ممكن ينزل، بس ينزل بكمية أقل ما في الدم، الدم راح يسبق. فهم القائمين على الموضوع يقولون المفروض أنت تأخذ نموذج الصباح الباكر، نموذج الصبح. ليش؟ لأنه أنت الإدرار كان محبوس، وكم تعرفون يكون متجمع الهرمون في هذا الوقت، وتحاول ما تشرب سوائل هواية. بالمناسبة البي تي لازم نسوي له سنترفيوج، لازم نسوي له سنترفيوج حتى نتخلص من الأشياء اللي ممكن تعطيني فولس بوزيتيف، ومثل ما يصير عندنا بالتحاليل المنزلية تطلع لي فولس بوزيتيف، وأسبابها هواية، أسبابها هواية ما راح ندخل بتفاصيلها. سرع الإدرار، الأشخاص اللي عندهم التهابات مستمرة بشكل مزمن وما تتشافى، فالطبيب يرتي يسوي له يونت اتشر. الطريقة القديمة كانت عندنا مثل ما شفتوا كلكم بالمختبرات انه البتر ديش، ونجي نزرع ونستخدم مجموعة فحوصات كيميائية حتى نوصل الى نتيجة معينة. ايضا العلم تطور، بدأت عندنا اجهزة اكثر حداثة حاليا موجودة بالمستشفيات، وجهاز الفايتك. هسه المفروض انه 3 أيام نمتنع عن المضادات الحيوية ما ناخذ اي علاج، وفتحة البول نكون ننظفها باحد المطهرات او المعقمات، بس ما نخلي مادة كيميائية ممكن تأثر لي او تقتل، يعني غسل وتنظيف. نخلص من القطرة الاولى لان احتمال صار اختلاط مع المعقم او المنظف، وناخذ هو المفروض الميدل ستريم، ناخذ الجزء الوسطي من الادرار. هسه بعض المصادر تقول المفروض ما يتجاوز ساعتين، لكن المصادر الرصينه تقول خلال نصف ساعه. ليش؟ لانه الادرار خلال نصف الساعه الاولى بفعل بكتيريا معينه راح يتحول من الحمضي للقاعدي، وتتغير اغلب مكوناته، وممكن تنمي البكتيريا ما كانت بالحسبان ويصير كونتام، فالافضل انه خلال نص ساعه. الخروج
كل الأشياء اللي انطبقت على الإدرار تنطبق على الخروج، لكن جدا مهم أنه ما أستقبل العينات اللي جايتني مثلا بعلبة كان بيها مثلا فازلين، أو كان بيها علبة كان بيها علاج دواء مثلا مال أي علاج موجود، أو علبة كان بيها دهن، أو علبة أو أو أو، لازم كلين كونتينر جدا مهم. ما أخذ من حفاظات الأطفال، ليش؟ لأن الحفاظات تحتوي مادة مانعة للرطوبة، ممكن تسحب لي رطوبة وتأثر على النتيجة. فحوصات الدم احنا تحدثنا عنها، بس نرجع عجالة. طبعا الـ HB والـ BCV والـ YBC هسه كلها انجمعت بتحليل واحد اسمه CBC. هذا الجهاز يقرأ لي من 18 إلى 26 تحليل حسب نوع الجهاز، الـ DAF3 والـ DAF2 تختلف. الـ ESR، الـ ESR هم كان بالطريقة الكلاسيكية القديمة اللي هي مستريجرين تيوب، ونخلي مادة مانعة على التخثر الصوديوم سيترات وننتظر فد ساعة، وما نخلي مقابل الشمس أو الحرارة والمضادة تكون مستوية. تحليل البليتلتس هي ضمن السي بي سي، كنا نشتغلها بطريقة قديمة، يعني نجيب بترديش ونخلي قطنة مبللة وكذا، فطريقة طويلة جدا جدا جدا. البلوت فيلم فد موضوع يعني لأصحاب الاختصاص، يعني الجديد ما يقدر يقرأ بلد فيلم، لأن لازم يشخص وينطي أنواع كريات الدم، يعني موضوع صعب، بس مع ذلك لازم تتعلمون. أريتك كاونت تحليل جدا بسيط وسهل. سؤال لكم، لمن نشتغل هذا التحليل؟ راح نزله سؤال، تمام؟ قد حمزة اسمعني؟ تسمعوني؟ نعم استاذ رائد نسمع. انا كل فترة اسألك حتى اشوف نفسي انه ما خارج السرب. اشتيدك. تمام. اخوان الملاريا اعتقد اغلبكم اشتغلتوا بالمختبر المسحات، المسحة الثيك والثين، كلكم اشتغلتوها. هاي نصبخها ونفحص بها الملاريا، وعندنا اربع انواع من الملاريا ونضاف نوع خامس، واحنا صار تقريبا من 2012 ما ظهرت اي حاله بوزيتيف، يمكن في اقليم كردستان 2014 حاله واحده. الدم نسحبه بتيوبه بها ماده مانعه التخثر، الماده اسمها اثيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد، اللي هي ADTA ده مختصرها. نسحب من 2 إلى 2.5، مثل ما قلت لكم انه التيوب بعلامة 2.5، واكو بعض التيوبات علامة 2. نسحب من الوريد، ما نسحب من الكانيولا نهائي لان تختلط بالسوائل، مثل ما تحدثنا يوم البارحة انه الكالسيوم يكون بدون تورنيك، الكالسيوم يكون بدون تورنيك، واذا تحبون السبب هم نشرح لكم السبب ان شاء الله. الدم لازم ما احتفظ به فترات طويلة، ليش؟ مثلا عندي تحليل السكر، تحليل السكر بميزة انه تقادم الزمن يعني اول نص ساعة ثاني نص ساعة راح تتغير النتيجة، وايضا الهرمونات، كل ما تأخر التحليل راح يعطيني نتائج مختلفة لنفس الشخص، فانا قدر الامكان اشتغل دايركت. تحدثنا يوم البارحة انه ما نرج بشكل عنيف حتى ما نكسر، حركة ارجحية 12 مرة او عندنا جهاز الميكسر نستخدمه. اكو فحوصات ما نحتاج الدم نفسه، نحتاج السيرم، يعني نترك الدم ما بين يتخثر نسوي له سنترفيوج وناخذ السيرم. الويدال اما الطريقة القديمة كانت ايضا، كان عندنا هم لاتكس مجموعة ونضع قطرات ونشتغل على هالاساس من دقيقتين ثلاثة. الطريقة الحديثة حاليا انه الكاسيت والبروسيلا نفس الشيء،
روز بينجل تيست. حاليا المتعارف جدا ان سيرا اكتف بروتين نفس الطريقه، الاسعوتايتر نفس الطريقه، التوكسو بلازموسيس والسي ام في والروبله بنفس الطريقه، لكن ذني التحاليل كلهن ممكن نشتغلهم بالاجهزه الحديثه، نشتغل بالالايزا، نشتغل بالمينوفايدوس، نشتغل بالايكروما، نشتغل بالفانكير. يعني كل تحليل يجي وياكت ممكن تشتغله بواسطه هاي الاجهزه الحديثه، وهو الادق والافضل. ممكن تشتغل بطريقه الكاسيت، لكن انا اعتبر الاجهزه اكثر دقه. هاي الفحوصات ما نسحب بماده مناعه دخل، يعني تيوب الابيض اللي اسمه بلين تيوب، او تيوب الاصفر اللي اسمه جول تيوب. هاي التيوبين ما به الماده مناعه دخل. بالنسبه للبلاد كلتشر او اليورين كلتشر والستول كلتشر، مثل ما قلت لكم نمتنع عن المضادات الحيوية 3 أيام ونعقم الأماكن، التعقيم جدا جدا مهم. أيضا كنا نستخدم مواد خاصة لبرين هارت، كان يجي على شكل بطل ونسحب، لكن بوجود الأجهزة الحديثة اللي هي الفايتك بتفصيلة، يعني هاي القنينة خاصة بالأطفال، هاي القنينة خاصة بالكبار، كل قنينة خاصة بتحليل معين، راح تشوفونها إن شاء الله نطبقون بالمستشفيات. وبالنسبة للستول هي الطريقة المباشرة، ناخذ السوابات. السوابات مثل ما تحدثت لكم بداية، احنا ممكن ناخذ من الجروح، ممكن ناخذ من اي مكان، ممكن ناخذ من سطح العناق، ممكن ناخذ من استاذ حمزة تسمعوني؟ واضح استاذ. اخوان ربما يتبادر على ذهنكم سؤال ولو شوي يطلع من الموضوع، احنا شلون نفحص صالة العمليات والولادة وهاي الامور؟ شلون الموضوع اللي شلون نفحصها؟ اخوان وزارة الصحة حددت انه 8 اماكن ناخذ لها مسحات. شو وقت ناخذ مسحات؟ بدون ان نعطي خبر للصالة، يعني مو يعاقبون ونجي ناخذ، لكن يشترط انه مو خلال العمل، يعني مو هو يشتغل واجي انا اخذ، لا انا اشوف وقت مناسب مثلا الصبح اجي اخذ 8 اماكن، اخذ من فتحة التهوية، اخذ من الارضية، اخذ من سرير المريض، اخذ من الادوات، من الجوز، اخذ من جهاز السكر، الاماكن اللي احسها بتماس مباشر ويا المريض اخذ 8 مسحات، واطلب من المستشفى نفسه هم ياخذ 8 مسحات، واخذ 8 يمي و8 بالمستشفى، واسوي لهم كلتشر تطلع النتائج، اشوف نتائجي ويا نتائج المستشفى مطابقه. بهالاثناء ورا ما اخذ المسحات هم شو يسوون؟ خب ما ينتظرون 3 ايام لما تطلع النتيجه، يسوون تعقيم وتنظيف للمكان ورا تطلع النتائج. المكان اللي يطلع بيه بكتيريا، هم عندنا البكتيريا انواع، بكتيريا غالقه للصالات، بكتيريا احتياديه، بكتيريا كذا ممرضه. البكتيريا اللي يطلع سيدوموناس او كلوستريديوم او ستاف اوريوس، ذن الثلاثه اغلق الصاله، اغلق 24 ساعه الطريقه القديمه، لكن الطريقه الحديثه عندنا اجهزه انه نص ساعه شغل جهاز نص ساعه تتعقم. اكو عندنا بعض التحاليل تول فور روتو فايروس والاي اف بي. الاي اف بي تعرفونه غير اسفاس باسلاي جماعة السل، KLB، شنو معنى KLB؟ اخوان KLB هذا سؤال هم راح ينزل لكم، شنو معناها؟ اثناء العمل خلي قبل نهاية هسه، شنو النماذج اللي استخدمناها؟ دم، سيرم، بلازما، وستول، يورين، ومسحات. راح نشرحها بشكل مفصل يوم ان شاء الله حتى ما ياخذ من وقتنا. وبالنسبه للسي اس اف صار النخاع الشوكي موجود بالظهر، هاي السحب الطبيب، ونعامله معامله السيرم اخوان، يعني نسوي له شوجر، نسوي له التحاليل الباقيه اللي يطلبها الطبيب.
فهي تقريبا اغلب السوائل اللي نتعامل وياها. اثناء العمل قمت شكيت عرفت لها جرح، شو تسوي؟ باحتمالين، الاحتمال الاول انه انت تعرف المريض مصاب مثلا بالتهاب الكبد الفيروسي او مصاب بالايدز، والاحتمال الثاني ما تعرف، ما عندك معلومه. اجي اطبق الاجراءات تباعا، اغسل المكان الاصابه بالماء الجاري، احاول ما اضغط على الجرح لان احتمال فت قطعه زجاجيه او فت قطعه معدنيه بالداخل، اغطيه بالشاش ولاصق الطبي واعقمه، احاول التعرف على المريض جدا جدا مهم، يعني اشوف هذا منو اللي دم انتقل لي، الابره اللي كانت بداخل جسمه منو هذا، شنو تاريخ المرضي، يعني انت ورا 10 ايام يطلع عندك ايدس، ما راح يقولون انه انت من الشغل صار ايدس، لا هذا كان كذا وتبعات اجتماعيه، وخاصه اخواتنا كل تبعات كبيره. يعني اذا التهاب كبد فيروسي هم اتخذ نفس الاجراءات، واكو فد انتي مضاد موجود ممكن تاخذه وتنتظر تراقب مده 14 يوم، تظل تحت المراقبه وتاخذ اجاره تبلغ الشخص حتى توثق الموضوع حتى ما يضيع حقك بعدين. انا لما اسحب هاي الامور وين اوديها؟ يعني مثل الدم وين الشمره؟ شمره سطل ما زباله، هاي نيدل وين اوديه؟ المواد الخطر مثلا سوينا عمليه واخذنا قطعه من جسم انسان وراح نوديها هاي، صح؟ اخوان منظمه الصحه العالميه قسمت الاكياس السوداء لاكياس السوداء تستخدم للنفايات البلديه او النفايات العاديه، يعني شكو شيء عادي كلينس ورقه اي شيء عادي تستخدم اسود. الأكياس الصفراء وعليها علامة، لا تحضرون العلامة الموجودة، بايو هازارد خطر إحيائي، هذا نستخدمها للنفايات الطبية. النفايات الطبية أي شيء يكون حاد أو معدي أو مشع، حاد أو معدي أو مشع أو سام للجينات نستخدمه بالأصفر. الحمراء النفايات الخطرة جدا، يعني مثلا قطعة من جسم جماعة الأورام، المواد الكيميائية تستخدم بالأورام جماعة غسيل الكلى، هاي مواد خطر. زين احنا بصح وين وديكم؟ تبادر ذهنكم هذا السؤال، وين وديه اخوان؟ النفايات البشرية الأجزاء البشرية النسيجية تروح للطمر الصحي. الطمر الصحي وين؟ على طريق الطيب، على طريق الطيب الباقية تروح عندنا جهاز ضخم مستشفى الصدر وجهاز بالاستشارية الصدرية اسمه أوتو كليف شريدينج، وكل المستشفيات الباقية مزودة بنفس الجهاز لكن حجمه أصغر، لكن المستشفيات الكبيرة موجودة بها. هذا الجهاز يقوم بعملية تقطيع هاي النفايات ويعالجها بالضغط بحيث يعقمها وتتحول الى 1 سنتيم، يعني اجزاء صغيره جدا تحول نفايات عاديه تجي سياره البلديه تاخذ. ولا ما خلصت هذا الموضوع لازم شو اسوي؟ ارجع اغسل ايدي واعقمها. اتطرقنا البارحه قلت لكم انه بالكلتشر لازم من 5 إلى 10، ما خلي 2 سي سي أو 3 سي سي، والله ما حصلت له، والله هذه إيده ما تجي، لا لازم 10. طريقة خلع الكفوف تحدثنا عنها البارحة، واللي ما سمعوا أخوان أسحب الكف الأول بالكف الثاني، هسه إيده راح تطلع سليمة هنا ما صار بها تماس اليسرى، شلون أنزع اليمنى؟ ادخل الاصبع الثاني داخل كف من الداخل واسحب هالشكل بحيث ما يصير عندي تماس، وارجع اعقم ايدي بهذه الطريقه.
أنا حاولت قدر الإمكان يعني أختصر لكم الأمور، يعني ما أتطرق لهواي أشياء. هذا فيما يخص سحب الدم وجمع العينات، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح نتطرق بشكل تفصيلي للتحاليل. وأنا حاولت قدر الإمكان يعني أتجنب المصطلحات العلمية والأشياء اللي هي ديب بالموضوع باعتبار كمحاضرات ابتدائية. بس أنا لاحظت أغلبكم يعني عندكم معلومة، وأغلبكم يعني جاي تطالعون. اللي عنده سؤال يكتب لي إياه بالشات فيما يخص المحاضرة حصرا. السلام عليكم أستاذ رعد، تسمعني؟ عليكم أستاذ. أستاذ ممكن تجيب لي دقيقة؟ اخوان لحد يغادر المنصة. لحد يغادر المنصة راح نكمل. راح نستغل الوقت، لان يعني وقت الدورة المفروض هو شهر، فاحنا اسبوع ما راح يكفينا. راح ادخلكم بالتفاصيل اللي تخص، ما راح اعرض لكم سكرين، راح اتحدث بشكل الجانب العملي، لان الجانب النظري انتم ما تقدرون. انزلكم عندنا جروب مختبرات ميسان بكل الاشياء اللي تريدوها، راح انزلكم الرابط ان شاء الله، واللي معلومات نظريه موجوده، ملفات ايضا الاساتذه اللي يدرسونكم عملي موجودين بالمجموعه، ممكن يجاوبون على اسئلتكم. راح اتحدث عن الجانب العملي فقط. نبدا بتحليل اتش بي، هيموجلوبين الدم. الطريقه القديمه كنا نستخدم جهاز السال، جهاز سال، جهاز صغير، ماده الاتش سي ال ويا الدم، ونشوف المؤشر ايش قد يقرا لنا. بعدين طور الموضوع وكنا نشتغل بطريقه السي سيل، جهاز اللي يقرا تحاليل الكيمياء. بدت هاي الاجهزه ما تعطي دقه عاليه. اللي جينا الى موضوع انه نشتغل بي سي في ونقسم على 3.3 او 3.31 او ناقص 2، اكو مجموعه معادلات، لكن ايضا ما ينطينا نتيجه دقيقه. ليش؟ دكتور عباس مدينه الطب يقول انه الاتش بي للبي سي في يصح للاشخاص الاصحاء فقط. يعني شو الاشخاص الاصحاء؟ يعني اللي يشرب سجاير ما يصير، الحامل ما يصير، اللي عنده امراض ما يصير، اللي عنده روماتيزم ما يصير، يعني اللي عندهم امراض ما يصير نقرا لهم البي سي في وناخذ من الاتش بي. فشو الطريقه؟ شلون نقرا اتش بي؟ وهل فعلا الاتش بي لازم يتزامن مع البي سي في؟ هنا سؤال، يتزامن لو ما يتزامن؟ فقط في الأشخاص الأصحاء يتزامن، بالناس العاديين لا، تلاحظ اختلاف، تلاحظ اختلاف. الوايت بي سي كريات الدم البيض، كنا نستخدم تشامبر، تشامبر سلايد، هذا بتقسيمات مقسم إلى 32 وبتفاصيل، نخلي كفر ونخلي حامض، نخليك ثلجي، نخبط المادة ونخليه ونقرأ. هو بصراحة جدا راقي وواضح، يعني حتى ممكن انت تشوف انواع كريات الدم البيض، تشوفها وتحسب وتضرب في معادلة معينة، والمفروض نورمال فاليو من 5000 الى 10000. الاتش بي، الاتش بي نورمال فاليو ماله، احسنت حمزة احسنت، هذا جهاز سالي اخوان، هذا جهاز سالي الطريقة القديمة، جهاز ثاني. بالنسبه للاتش بي هسه ايش قد المعدل الطبيعي؟ اخوان المصادر تقول، المصادر تقول
انه الرجل الطبيعي من 13 ونص الى 18، وهاي ما تصير عندنا بالعراق، لانه اغلب البلدان الاوروبيه هي بلدان تقع على قمم الجبال، وتشوف انه الاشخاص ودمهم عالي. فاحنا عن تجربه من 12 لحد ال 16، 16 اكو ناس ما تحمل ال 16، ال 15 تعتبر كلش عالي عليهم، كلش عالي عليهم. فالاغلبيه العظمى لما دمه يعبر ال 15 يحس فالثقل بجسمه، يحس تعبان، يحس نقص بالاكسجين، نقص بجسمه. فعموما احنا المفروض كل بلد له تقديراته، بس مع الاسف احنا ما عندنا بحث يخص هذا الموضوع. لكن من خلال تجاربنا كمختبرين بالعمل، انا صار لي 20 سنه بالمناسبه بالموضوع، احنا شفنا انه يعبر ال 15 اكو اشكال معين ديفكت. البي سي في يعبر ال 52 اكو فد مشكله، الشخص يحس ما مرتاح، يحس ثقيل. الوايت بي سي يعبر لي ال 11 اكو انفكشن، التهاب. هسه نوع الالتهاب، نجي تفاصيل الوايت بي سي، نجي تفاصيل الليمفوسايت والمونوسايت وتفاصيل اخرى بالحالات الطفلية يصعد منه، بالحالات الفيروسية يصعد منه وينزل منه. راح أنزل لكم على شكل ملف إن شاء الله، ما راح أدخل بتفاصيلها. أيضا الطريقة بدأت صعبة، أنت لازم تشتغل سامبل إلى سامبلين، ثلاثة أربع فترة، يحتاج وقت وتحضير وكذا وتأخير. فإحنا أهم شيء بالتحاليل هو اختصار الكلفة واختصار الزمن، كلفة والزمن. فطريقة طويلة. البليتليت أيضا طريقة قديمة، نجيب بترديش ونجيب قطنة مبللة ونخلي المادة ونقرب نفس الشمبر مال الوايت بي سي، لكن المربعات الداخلية، وطريقة صعبة ودقيقة وتحتاج دقة. فهاي الأمور الشركات حدثت أجهزة، جابت جهاز اسمه سي بي سي، وشركات مختلفة، شركات مختلفة، اغلب الشركات موجوده. الجهاز جدا بسيط، انه مجرد تجيب التيوب اللي يحتوي الماده المانعه للتخثر، واكو فد نيدل نازل من الجهاز، تضغط ضغطه الجهاز يسحب، ينطيك ما يقارب ال 26 تحليل خلال اقل من دقيقه و 58 ثانيه، يعني اقل من دقيقتين، بدقه عاليه. ينطيك تفاصيل اخرى، الام سي في والاتش سي اتش سي، يدني كل التفاصيل، ويعطيك كيرف الديستريبيوشن مال الكرات الدم الحمراء، يعطيك تفاصيل تفيد الاطباء خصوصا اطباء امراض الدم. فتخلصنا من الطرق القديمه. الطريقه الحديثه يعني ما تحتاج هالقد انه بروفيشنال، بس هنا ايش نحتاج؟ نحتاج شلون نقرا التحليل، جدا مهم. راح انزلكم على شكل محاضرة كتابية. أحسنت أستاذ حمزة، هذا الجهاز، هذا جهاز مندري، وعندنا سماكس وواي أجهزة، يعني شركات مختلفة. وإذا تشوفون جاي تشوفون الكيرفات، الأول هو الوايت بي سي، والثاني هو الار بي سي، والثالث هو للبليتليت، كيرفات موجودة. فإحنا هاي التحاليل شوية ساعدتنا، التطور بدأ ياخذ مجرى. أنت ما مطلوب منك أنه تكون بروفيشنال بالجهاز، لكن لازم تقرا التحليل، لازم تعرف. بس بعض الاخوان ممكن يعني كتشخيص ابتدائي للكوفيد ممكن نلقى الليمفوسايت منخفض، المونوسايت عالي، يعني ابتداء. مثل جماحه الويدال ممكن القى الوايت بي سي نازله، جماحه التشيست انفكشن القاها عاليه، يعني جماحه المدخنين القى الار بي سي مثلا تعبر لي 6 ملايين، جماعة اللي عندهم مشاكل بالتخثر ألقى البليتليت نازل، جماعة الأمراض اللي بيتم أحجام الكريات غير متساوية، الديستريبيوشن والكيرفات، هاي لازم أعرفها. بالإضافة إلى تحليل السي بي سي عندنا تحليل الإي إس آر، أثروسايت سيدمنتيشن ريت، هو بأكثر من طريقة. مثل ما قلت لكم تيوب، هذا الوستر جرين، وستر جرين تيوب مدرجة من الصفر للمية،
تجي تخلي مادة مانع على التخثر، المفروض هي 0.4 على مود تاخذ 2 سي سي يصير المجموع، ناخذ 1.6.4 يصير 2، ونجي نسحب نسحب، واكو هي فدرك للتعليم. اكو بعض الاخوان يميلونه بزاويه، وانا بالنسبه لي ما افضل هذه الطريقه، لانه هو زمن التسييب يبدا تدريجيا لمده ساعه من نصف الساعه الاولى وكذا، يعني اكو فد تايم محدد. اجت طريقه الديسبوسابل، انه اكو احسن تستر طريقه الديسبوسابل، يعني اكو هي تيوبات جاهزه مجرد استخدام واحد وتشمره انتهى. الطريقه القديمه لا، ركات. ليش نستخدم هذا الاي اس ار؟ لما نستخدم هو بشكل عام نون سبيسيفيك، تحليل غير نوعي، يعني ما يحدد لي شيء معين، خلي يكون ببالكم، يعني ما يعطيني فد شيء معين. انا ما راح ادخل بالاشياء النظريه، عملي. ممكن بالاورام ينطيني عالي، ممكن بالحبل يوصل لي حتى لل 35، ممكن بتقدم العمر يوصل لي حتى لل 60، ممكن بالتهاب الصدر يكون عندي صاعد، التهاب المفاصل يكون عندي صاعد، الاورام يكون عندي صاعد، بياضات دمي يكون عندي صاعد، اكو هواي تفاصيل بهذا التحليل. هذا التحليل هواي تفاصيل، ينطي هواي مؤشرات، بس عموما هو تحليل غير نوعي، حال حال التحاليل الأخرى اللي غير نوعية. بس أطباء، أغلب الأطباء يطلبون المفاصل، يعني المتعارف عليه، متعارف عليه المفاصل. بالمناسبة جماعة الكانسر يقرأ لي من 87 فما فوق، يقرأ لي حتى 100، جماعة الكانسر يقرأ لي 100 120، والاتش بي مالهم يقرأ لي 4 6 8 في الحدود. احنا من خلال عملنا، عملك العملي، انت ممكن تشخص اشياء. يعني انا مثلا الاتش بي مثلا البريجنانت بالشهر السابع يجيني 7، اعتبره نورمال بريجنانت، لان بزياده كتله الجسم راح يصير تخفيف. الاتش بي ممكن اعرف انه اشخاص جماعه الثلاسيميا يجيني متعود عليه 8، يجيني السيكل سيل انيميا يجيني 8، شيء طبيعي. النساء اغلبهن يعني 10.5 11 في الحدود، بالرغم ان يعني المعايير العالميه تقول 13 المرأة، وماكو 13. الوايت بي سي ممكن يجي يصعد لي حتى لل 35 بذات الرئه، ممكن يصعد لي. بياض دم يوصل لي 87 ألف، فانت بتشمبر صعب وتعتها. انا قبل ايام جاني شخص الجهاز ما يقرا العدد ماله، الجهاز ما يقرا العدد، فسويت له تشمبر اكثر من 80 ألف، هذا حاله متقدمه. بالنسبه للفحوصات، بالنسبه لاخوان الريتك، المن ناخذه، فخلوك كسؤال يلا ما اشرحها لكم. البليدينج تايم والجلوتينج تايم ايضا كنا نستخدم الطريقه القديمه. الطريقه القديمه كنا ناخذ من شحمه الاذن فلتر بيبر، ونسوي تاتشنج كل 30 ثانيه، ونشوف العدد ونقسم على 2. الطريقه اصبحت قديمه، وكنا نستخدم ايضا كابلر تيوب ونكسره كل فتره، فموضوع الكسر ما يجي سنترها ايضا موضوع صعب. الطريقه الحديثه انه اكو جهاز حديث، تجيب مواد وتضيف، يعطيك نتائج، ويعطيك البي تي ويعطيك البي تي تي ويعطيك الاي ان ار، يعطيك تفاصيل كامله. وكل جهاز اخوان، ترى راح تقول شلون اعرف اشتغل على الجهاز؟ كل جهاز ويا بروسيجر، جهاز الى بروسيجر، اكو اس او بي، فطريقه عمل، طريقه عمل تشتغل على الجهاز. كل كيت يجي للجهاز تفتحه تلقى بيه تعليمات، اسم المواد وهل قد الاضافه، فانت مو صعب يعني تشتغل هاي التحاليل. المن نستخدم الجلوتينج والبليدينج، المن اكثر شيء يستخدمونه؟ المن
أحسنت أستاذ حمزة. الماء نستخدمه، أغلب الأطباء يطلبونها ما قبل العملية. هذا رقم واحد، ما قبل العملية تنطلب. ليش؟ لأنه ممكن أنه نزف أثناء العملية ويسوي لي دايت للمريض. ممكن يطلبونها من الأشخاص اللي يعتهم نزف تحت الجلد، أشخاص اللي يعتهم مشكلة بالهيبارين، أشخاص اللي يعتهم أمراض قلب، الأشخاص اللي يعتهم أمراض بالكلى، يعني أكو أمراض خاصة ممكن تأثر. فذني الأشياء ممكن أكو أشخاص سرعتهم رعاف مستمر ما يتوقف. فالأطباء يطلبون هاي التحاليل، بالمناسبة جدا نادرة، وبالنسبة للقطاع الخاص يعني خلينا نقول 1% ما تشتغل أنت الأشياء. أنت بالقطاع الخاص خلينا نقول لكم شغلة، بالنسبة حتى الملزمة اللي قروها إخوان، يعني فحص الدم الخفي خلال سنة يمكن أشتغل واحد، فيديو آر إل خلال سنة أشتغل واحد، يجيني هيك شيء. أنت تشتغل تركز على الأشياء، جنال يورين جدا ما، وأغلب الإخوان اللي جاي يشتغلون جاي أشوف يخطئون في هذا التحليل بالرغم إنه مو صعب. الستول جدا ما، عندك السي بي سي هو ما يحتاج خبرة، هو أنت مجرد للجهاز، بس أنت لازم تكون عندك نوليدج إنه شلون أقرأ التحليل، شو نتائج التحليل. البريجنانسي هو سيرولوجي مو فد شيء صعب، سي ار بي هو سيرولوجي او ممكن جهاز، لو جهاز دور سيرولوجي. اغلب الشغل حاليا هو اوتنلايزر، اجهزه انت ما تحتاج انه تشتغل بيدك، بس انت تطلع من مرحله الخوف مرحله الارتباك، تطلع من هالموضوع ان شاء الله كل الامور سهله. أستاذ حمزة أحد الإخوان يسأل يقول الأنابيب الشعرية لما نستخدمها ست طرف؟ طبعا طبعا، أكو عندنا طين اصطناعي خاص موجود، ومرات إذا ما موجود ممكن نستخدم معجون الشبابيك اللي هذا يستخدم للزجاج. اللي عنده سؤال يكتبه بالشات. عزيزي استاذ اركان الجمهوريه، ابدا ابدا ما تعطي الدوره المهاره اللازمه المحتوى، مستحيل مستحيل. احنا بعض الاخوان يعمل سنه في مستشفى ويصير عنده اخطاء، انت لازم يصير عندك براكتس، لازم دماغك يصير عنده خارطه طريق، لازم تحفظ الأشياء، تحفظ بالتكرار بالتكرار، والخبرة تأتي بالممارسة. مستحيل أنه أنت محاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة تأخذ، لكن هاي معلومات. فمثل ما قلت لكم أنت لازم عندك ايش عندك سكولز، عندك مهارات. المهارات منين اكتسبتها؟ من العملي. النولج منين جبته؟ من خلال استماعك لهالشكل المحاضرات، وقرأت أيضا. جدا مهم، انت لازم تعرف انت شو تريد. هاي الاشياء الثلاثه من توفر بيك انت راح تصير العزيز استاذ طالب. نعم ان شاء الله عملي، ان شاء الله نتفق وممكن نسويها بالجامعه، طبعا بالاتفاق مع الاخوان استاذ احمد واستاذ حمزه. اكيد اخوان الوايت بيجي شو وقت ينزل وشو وقت يصعد، هو الموضوع تفصيلي انه تعرف الاسبوع الاول يصير به نزول الوايت بي سي بالنسبه للتيفويد، لكن ممكن يرجع يصعد. فلذلك الوايت بي سي بالنسبه للتيفويد نون سبيسيفيك، الكلتشر والكلتشر ايضا نبدا بالبلاد بعدين بالستول وهكذا. الاخت رانيا تقول احنا شلون جزء حاليا، احنا ما عندنا جزء عملي، فنحاول قدر الامكان اذا قدرنا نسوي عملي، يعني ان شاء الله ما نقصر وياكم. استاذ حمزه عندك شيء؟
طبعا شكرا جزيلا لتقييمكم بالجروب، شكرا جزيلا، ممنون ممنون جدا جدا، وان شاء الله شكرا احنا في جزيلا خدمتكم ونستمر لكم. بتقديم الامور ان شاء الله. انا ممتن بخير إن جدا، شاء الله. شكرا جزيلا. استاذ حمزه تفضل، انا ما عنديش. اخوان بس بالنسبة للكويز نزلت رابط الكويز، تقدرون تجاوبون هسه كويز المحاضرة اللي فاتت مو البارحة. تقريبا شكرا أستاذ حمزة، وشكرا للجميع الحضور، شكرا لكم جميعا، شكرا أستاذ أحمد، شكرا شكرا لدعمكم، شكرا لوقتكم. أنا أترخص إذا ما عندكم شيء. شكرا شكرا جزيلا جزيلا أستاذ أستاذ رائد، بارك الله فيك. حبيب أستاذ طالب، حبيب أستاذ أحمد، أستاذ حمزة، إن شكرا شاء الله لوجودكم، معلومة. شكرا لدعمكم، شكرا للجميع. يعطيك احنا هاي منصة الكريم الإلكترونية، منصة داعمة لجميع الفئات المجتمع وخصوصا الشباب، وهذه المنصة تعتبر منصتكم أستاذ، وفي أي وقت نحن نلبي دعوتكم وإن شاء الله يكون تعاون مشترك. والله هاي دعوة كريمة، واحنا نثمن جدا يعني دعمكم لفئة الشباب والأشياء العلمية. شكرا جزيلا، وشكرا أستاذ حمزة وحضرتك شخصيا أستاذ أحمد، نحن نفقد منكم. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا استاذ حمزة مرة أخرى، وإلى حضرتك استاذ وجميع الحضور، وإن شاء الله نلتقيكم غدا استاذ حمزة نفس الموعد إن شاء الله. إن شاء أخي الله يعني تغييرات أقدر أحصلها من عندك استاذ حمزة تبلغني به، ورابط إن الحضور شاء الله الجميع سجل إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. شكرا مرة أخرى للأستاذ رعد على هذه المحاضرة، وشكرا كذلك للأستاذ حمزة وجميع الحضور، مع ألف سلامة. مع السلامة.